أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا الأعظم الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء جديد طيب معكم وبرنامجكم برنامج الشريعة والناس، وهذه الحلقة الجديدة التي نصورها لتوضيح موضوعات متنوعة فقهية. والموضوع الأول اللي حاب أتحدث به في حلقة هذا اليوم هو موضوع حكم حمل القراطيس أو الأوراق المكتوب عليها لفظ الجلالة أو الآيات القرآنيات أو الأحراز الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المكتوب في ضمنها، مثلا بسملة أو جزء من آية أو جزء من سورة أو سورة أو ألفاظ الجلالة، الأسماء والصفات التابعة للذات المقدسة تبارك وتعالى. كل هذا الموضوع، يعني الآن إحنا وين حديثنا؟ حديثنا أنه واحد يريد يطب إلى بيت الراحة كرمكم الله، وبجيبه مثلا حرز، أو امرأة لابسة لها مثلا فد قلادة والقلادة بيها مثلا لفظ الجلالة، أو واحد لابس له مثلا خاتم وعلى الخاتم لفظ الجلالة أو جزء من آية أو آية بسم الله الرحمن الرحيم أو جزء من سورة أو سورة. زين، واحد مثلا كاتب على الفص سورة الكوثر مثلا، زين، وهكذا. فكثير هذا، هل يجوز حمل هذه الأمور والدخول بها إلى بيت الراحة أو إلى الحمام؟ نقول أما بالنسبة إلى الحمل والدخول بها إلى بيت الراحة إلى الخلاء كرمكم الله، وعدم مس هذه الألفاظ للبشرة، هذا جائز شرعاً، وهذا هم وارد برواية عن الإمام عليه السلام. يعني الإمام من ذاك الوقت سئل عن هذه المسألة فأجاب، قال بأنه هذا يجوز شرعا. هسه الآن أنا أتحدث في قضيتين أساسيتين باقوا. القضية الأساسية الأولى، إحنا عندنا بالشريعة المقدسة ما هو ليس بجائز شرعا هو مس بدن المحدث ألفاظ الجلالة، لاسم الجلالة أو الصفات أو الأسماء المختصة به تبارك وتعالى. هذا طبعا، هذا دا أتحدث أنا على مشهور الفقهاء، مسألة ليست اتفاقية، مسألة خلافية، لكن مشهور فقهائنا على حرمة مس الجسد لهذه الأسماء والألفاظ المقدسة. طبعا إحنا من أقولكم مس الجسد يعني شنو؟ مو بالضرورة اللمس بالإيد، حتى لو واحد طخب جسده، طخب إيده، طخب ظهره، طخب صدره، هذا همينة ما يجوز شرعا. فالآن هذا إحنا دنقول مع فرض عدم المس، مس الألفاظ ألفاظ الجلالة أو الأسماء والصفات المختصة به تبارك وتعالى للبشرة، احنا دا نقول محمول، واحد حاطه بجيبه، شو اسمه، حاطه بجيبه مثلا القميص، جيب البنطلون، اي شيء، جيب الدشداشه، زين، فبالملابس خاليها او معلقيها بالملابس مثلا، او شايليها ومغلفيها فد بقطعه قماش ورابطيها بالملابس، اللي هم ساعة يسموها حرس، ساعة يسموها زين فالتعويذة فتشي. هذا الحمل نفس الحمل والدخول به إلى بيت الراحة يصير الجواب نعم يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه لا يستدعي إشكالية المس. هذا واحد. اثنين باب، وعدنا بالشريعة المقدسة فتشي اسمه لا يجوز الهتك للقرآن الكريم ولآياته ولألفاظ الجلالة. يعني الآن لذلك احنا مثلا شوفوا شيء بالشيء يذكر انه مثلا اكو بعض المرات مصاحف، هاي المصاحف تصير مصاحف قديمة، مثلا فد واحد عنده مصحف بالبيت والمصحف تهرأ،
تحرق، شو يقومون؟ يقومون يحرقوه. يصير؟ لا ما يصير، لا يجوز. وهو هتك، هتك فظيع، هذا لا يجوز شرعا. أو مثلا واحد يشيل المصحف ويلقيه يشمره، نقول هذا هم هتك. إذا واحد يقول شن نسوي له؟ نقول لازم إحنا هذا نحفظ له عدم الهتك، إما مثلا بإلقائه في الماء، بمثلا دفنه في التراب. الآن هم صار سهل الموضوع، إنه أكو هاي المكائن ثرم الورق ونسرم الورق بالمثرامة بحيث زين يعني تروح تنمحي المعالم، مثلاً ينذب بالماء يندفن أفضل، همين هذا كل الزين وارد به الروايات وكذا. فالشاهد أنه الآن هذا باوعه، أنه فد واحد حاط المعوذات وكاتبها بورقة ومطبقها ولافها همين فرد قطعة قماش طاهرة نظيفة وشايلها ويا 24 ساعة، ويدخل بها للحمام ويدخل بها البيت الراحة يعني. فمثلا هذا شنو هذا؟ انتبهوا، هل يعد هتكن؟ يعني هو يجي الكلام الفقهي في أحد أمرين، لو في قضية المس، لو في قضية أنه هذا ينهتك لو ما ينهتك. الجواب أنه لا، هذا لا يعد هتكن لهذه المسألة. تشوفون شلون؟ وهذه الرواية وجواب الإمام عليه السلام كاشف عن عدم الهتك. وإحنا قلنا في مطلع الحديث أنه هذه من المسائل التي وردت فيها رواية، والإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول يصير، يجوز. فد واحد مثلا شايل بجيبه ملابسه، حاملها وياه، مسويها ويدخل بها البيت الراحة، فهذا الجواز من الإمام عليه السلام كاشف عن كون هذه القضية لا تستدعي الهتك. فإذا ماكو هتك، ماكو مس، ماكو مشكلة. طبعا شيء بالشيء يذكر، يعني علم من خلال بيان هذه المسألة أنه إحنا مأمورين بعدم الهتك للقرآن الكريم وما ألحق به من أسماء وألفاظ الجلالة والأسماء والصفات المختصة. لذلك يعني من هذا الباب إحنا مثلا من يصير استفتاءات والأخوة المؤمنين يسألون، نقول يا بنت انتبهوا دير بالكم، هاي الأوراق الآن، أنا أوراق هاي كاتب مثلا، كاتب شغلاتي وبها ألفاظ جلالة، ما يصير من أكمل هذا الدفتر أشيله وأشمره مثلا في سلة المهملات، هذا يعد هتكا له، يعد انتقاصا له، يعد إهانة له. حلها شنو؟ حلها إحنا مقدمين حلول متعددة، أما أنه ألزم ورقة وأمسح ألفاظ الجلالة، هذه مثلا قلم، هذا لفظ جلالة أمحيها، إيش أسوي؟ راحت. ورا ما أمسحن ألفاظ الجلالة والأسماء والصفات المختصة به، يعني مو بس الألفاظ، ألفاظ الجلالة لا، أكو ألفاظ جلالة وأكو أسماء وصفات مختصة به، رحمن، رحيم، خالق، رازق، هاي أسماء وصفات خاصة به تبارك وتعالى. هذني كلهن نمحيهن وراها تريدون تذبوا بسلة المهملات. واحد يقول هذا أنا مالي خلوق مثلا أقعد آني أمحي، يقول فشنو الحل الثاني؟ يقول يلقي بالنهر. واحد يقول ها هسا هذا هم يعني مو خوش باب تفتحوا للناس، يعني أني ألقي وهذا يلقي وهذا يلقي، هذا هم من نوع من أنواع التلويث. نقول إيه والله خوش حكاية، هذا دفنوه تحت الأرض. واحد يقول لا هم نطينها فتشي بعد. نقول هسا الآن سهلت، الآن سهلت مع وجود هذه الماكينات الآن الموجودة اللي هو تسرم الورقة. زين هذه هم من كل سهلة، مثلا واحد ينجمع الأوراق كل فترة، تنجمع الأوراق وتندز مثلا موظفين، أكو هواية مثلا، حتى أكو تنباع مثلا، أكو كذا. وأهم شيء بالشيء يذكر، نحكي حكاية مثلا هم الله يسجل لنا، نسأل الله أنه الله يسجل لنا هم جزء من الثواب، مثلا حسينياتنا وجوامعنا، كل جامع، كل حسينية جيبوا لكم مثرامة وثقفوا الناس، كتبوا لكم فت قطعة، يا بلي عدة أوراق خاصة بالمصحف الشريف، خاصة أوراق مكتوب بها، خلي يجي يسرمها هنا أنا وانتهى الموضوع. وكل فترة هم تنشال هذا، يعني بقايا الأوراق تنرمي بسلة المهملات، وهذا يصير من الثقافات الجيدة ومن الأمور اللي هم تخلص الناس من هاي الورق الزايد ومن التكليف. فالشاهد أنه هذا يعني إحنا إنما وصلنا إلى هالقضية لأنه إحنا لا يجوز لنا شرعا، يحرم علينا شرعا الهتك.
الهتك اللي هو يستدعي مثلاً الإلقاء بسلة المهملات أو زين. الآن هم أتحدث آني في موضوع مهم جداً باور. الآن إحنا هو هذا الموضوع موجود قديم، بس الآن صارت منافذ إلى أكثر وأكثر، اللي هو شنو؟ مفاكهة الأجنبية. وين أنا أريد أتحدث؟ يعني إحنا في الاختلاط بين الجنسين الرجل والمرأة توجد هنالك حدود شرعية واضحة للمسلمين، أنه الحدود الشرعية أنه هذا أجنبي عليك، أنت أجنبية عليه. الحد الأساسي الأول الواضح عند كل الناس أنه لا يجوز للأجنبية أن مثلاً أن تستر شيئاً من بدنها، عفواً أن تظهر شيئاً من بدنها الواجب ستره أمامه، تطلع شوية من شعرها، تطلع شوية من رقبتها، شوية من إيدها، هذا كل حرام. وإن كان للأسف الشديد الآن عملياً هم بعد ما دا يصير، يعني مثلاً إحنا من نمشي بالشارع نشوف مثلاً هاي اللي متحجبة وربع شعرها طالع، وهاي المحجبة وإيدها مثلاً لهنا، مثلاً شوفوا لهنا طالعة، هاي المنطقة حرام ما تطلع هذه زين، وهاي اللي شوية طالعة من رجلها، وهاي اللي تطلع مثلاً الباب البيت تغسل باب البيت لابسة عباية وشي وملابسة جواريب، وهاي اللي تتمشى للبقال وملابسة جواريب ومن هالحكي، هذا كله خب لا يجوز شرعاً. لكن الشاهد أنه عموماً الناس تعرف أنه المرأة الأجنبية لا يجوز لها أن تظهر بغير حجاب أمام الرجل الأجنبي، حتى لو كان ابن عمها، حتى لو كان ابن خالها، حتى لو كان ابن عمتها وابن خالتها، ولا تقول أخويا، ولا تقول مثل أخويا، ولا تقول أخويا الصغير، لا أخوك الصغير ولا أخوك الكبير ولا أخوك ولا مثل أخوك، هذا بالنسبة إليه يجوز له أن يتزوج بك، حتى لو أنت عمرك 40 وهو عمره 15، أنت عمرك 60 هو عمره 15، أنت أجنبية بالنسبة إليه، وهو يجوز، ما تصير هي بس يجوز شرعا يجوز. يعني مثلا الآن نفترض مرأة ابن عمها هي عمرها 50 سنة ما متزوجة، ابن عمها عمره 15 سنة راد يتزوجها، يصير لو ما يصير؟ خو يصير، شنو المانع شرعا؟ المانع شرعا شنو؟ نعم قولوا مانع عرفا، مانع عرفا انه هاي عمرها 50 سنة هذا عمره 15 سنة، بس اكو مانع شرعي؟ ماكو مانع شرعي، هذا يجوز له ان يتزوج من هذه المرأة. فالشاهد انه هذه قضية هذا الذي ذكرناه معروف واضح، ومعروف ايضا من جملة الامور المعروفة انه المرأة الاجنبية يكون تقتصر في حديثها مع الرجل الاجنبي، والرجل الاجنبي يقتصر في حديثه مع المرأة الأجنبية على المقدار الواجب، يعني لو اضطر إلى أن يتحدث ويصير شكوا بيها. يعني الآن أني شخصيا رايح أريد أتبضع من السوق، أكو بعض المحلات بها مثلا امرأة تبيع، يا بسلام عليكم، عليكم السلام، بيش هذا بفلان هالقد، يصير بعد شوية؟ لا ما يصير، انطونا هالقياس، انطونا فلان شي، انطونا هاللون، خب يصير لو ما يصير؟ يصير، هذا مقدار ضرورة، أسلم أتحدث على سعر فلان شيء مقدار ضرورة. مثلا ما أستاذة جامعية تدرس والطلاب أجانب بالنسبة إلها، طالب أستاذ جامعي وطالبات، مثلا أستاذ بكلية الطب وطبيبة، إحنا ما نمنع الفتاة أن تروح تصير طبيبة ولا صيدلانية ولا طبيبة أسنان، بالعكس إحنا نشجع. خب هاي راحت وقالت هذا أستاذي، يعني هذا رجال أني مرة، شلون راح أتعامل وياه؟ نقولها يا بنتي يا أختي تعاملي طبيعي وياه، السلام عليكم، عليكم السلام، موارد الضرورة احكي وياه افتهمي منه وبس. أها وصلنا، راح ندخل للقضية اللي نريد نتحدث بها. اليوم أكو دائرة فرد موديلات جديدة، وظائف موظفين، قاعد الموظف قاعدين إحنا بغرفة، أنا موظف وهاي موظفة وذيك موظفة، السلام عليكم، عليكم السلام، إي أم فلان وشلون فلان وهذا هذا وكر كر كر كر، وهذه نكتة وذاك نكتة وهذه ضحكة ذيك ضحكة
وعلى انترنت وتعرفت بأم فلان، وأم فلانة تعرفت بأبو فلان، وهذه وشنو نكتة اليوم وشنو نكتة البارحة، وهذا حكاية وذاك فلان شي وضحك. هاي المرأة نقولها يابا هذا حرام، الرجال نقول له يابا هذا حرام، يقول ها هو ليش قابل أنا ذا أسوي، أنا ما مسوي شيء، والله يا شيخنا ما مسوي شيء، قابل كرمكم الله، قابل أنا دا أزني، لا يابا أنت ما دا نقول لك أنت دا تزني، قابل أنا دا أحكي بتلذذ، نقول له لا يابا حشاك أنت ما حكيت بتلذذ، قال له عاد شنو المشكلة؟ نقول المشكلة هذا العنوان حرام، مفاكهة الأجنبية حرام، حرام حرام حرام، وارد بيه حرمة حرام، مفاكهة الأجنبية حرام. شنو مفاكهة الأجنبية؟ مرة يجوز لك أن تتزوج بها، تقعد أنت وياها تتلاطف وتتلاطفون وتتمازحون وتتضاحكون و... يصير؟ لا ما يصير. ليش ما يصير؟ سؤال، بمناسبة شنو مولانا أنت تحكي وياها بهالطريقة؟ الآن هذا السؤال موجه لك، سؤال موجه للأخت، بمناسبة شنو أنت تضحكين وياه؟ يعني بمناسبة شنو أنت تفاكهي؟ بمناسبة شنو أنت تقول لي مثلاً شو اسمه نكتة اليوم؟ بمناسبة شنو أنت تحكين وياه زايد وناقص؟ بمناسبة شنو أنت تحكي وياها زايد وناقص؟ واضح؟ تشوفون شنو؟ وهاي القضايا من القضايا اللي هي الآن وللأسف الشديد بادية تزيد بمناسبة الانترنت والفيس والفايبر والتانجو، وبمناسبة وضع الوظائف. والمفروض أنه إحنا ناس مسلمين، ناس مؤمنين، ناس عندنا حدود شرعية. هسه همي أنا مثلاً هم أحكي وطلع لي منها صوت، لو طلع لي هذا المتخلف، هذا الرجعي، هذا الظنان السوء، هذا الشكاك، عمي إحنا لا رجعين، إحنا أكثر الناس تحضر وأكثر منك تحضر، وأكثر الناس تمدن وأكثر منك تمدن، وأكثر الناس ثقافة وأكثر منك ومن اللي نظر لك ثقافة. إحنا ناس نريد نعف الناس. تفهم أنت هذا المعنى؟ لو ما تفهم، لو أنت تريح تريد تدعو إلى التحلل. هذا الإنسان من الآن مثلاً، من إحنا نطبق أكو مسائل مثلاً من نحكي بيها. يعني أنت كإنسان، أنت كإنسان، أنت كإنسان كشخص تعترض الآن على كلامي وعلى هذه الدعوة، دعوة يا ناس يا مؤمنين يا مسلمين تعففوا تعفف زايد، أنت تقول هاي رجعية، هذا تخلف، أنت جدا تحكيته، جدا تحكيته، أنت وين، أنت وين عايش، بيا قرن عايش؟ أنا ضحكت لي ضحكة، سولفت لي سالفة وضحكت لي ضحكة ويا زميلتي، شنو المشكلة؟ هذا حرام. ليش؟ لأنه هذا يخدش الحياة سلمة هالقدوتها، والمرة الثانية هم تخدش سلمة هالقدوتها، والمرة وفد يوم من الأيام أنت شو تشوف روحك أنت في وضع محرم أكثر من هذا الوضع المحرم. يعني هو الشيطان شلون يدخل للإنسان، وخاصة الإنسان مثلاً الإنسان المسلم أو الإنسان المؤمن أو حتى الإنسان العاقل، شوية شوية يدخل له. خب أنا الآن، أنا أبو عمامة، خب الشيطان من يجيني أول ما يجيني، خب ما يقول لي شيخنا الفاضل تعال إذني، خب مستحيل أسويها هاي، بس يقول لي ها فلان شي هذا ما بي شي، وفلان شي ذاك هم ما بي شي، وأنا هم إذا جت رجلي على القضية فد يوم من الأيام أنا هم ما أدري وين أشوف روحي. ليش؟ لأن هو الحرام شوية شوية يجر الإنسان. فإحنا نريد ندعو إلى التعفف، وندعو إلى ملاحظة المقدمات التي توجب السقوط في المحرم. وإيش قد الآن؟ إيش قد الآن؟ أنا ما أريد أتحدث، يعني عوائل قاعدة، أطفال قاعدة، زين نساء قاعدة، إيش قد الآن؟ إيش قد الآن وقع رجال في المحرم؟ كان بدايتها هاي القضية. إيش قد الآن وقعت نساء في المحرم؟ كانت بدايتها هاي القضية. أعود وأكرر، بدايتها هاي القضية. زين، هاي واحد. اثنين، نأكد على قضية. يعني الآن أنت كإنسان، كإنسان أنا وياك راح أحكي وياك كإنسان، ما راح أحكي وياك مثلاً كأنت داعية لفكر مثلاً علماني ليبرالي لا ديني تحرري، وأنا أتحدث لك بمنطق ديني متحفظ أصولي
ربما أكون متشدد في بعض الأمور وأني ما أتنازل عن هويتي. هسه الآن مثلا شيء بشيء يذكر بالمناسبة، يعني مرات تصير مثلا جلسات حوارية، حوار حضارات، أشوف مثلا على بعض الفضائيات يطلع مثلا بعض رجال الدين يطلعون يتخبل إذا يسموه متشدد، يتخبل إذا يسموه أصولي. يابا إذا كان هو يعني باعه، إذا كان قضية دعوة الناس إلى مزيد من العفة تشدد، إحنا متشددين. إذا دعوة الناس إلى مزيد من الالتزام بالأخلاق والآداب والقيم، إحنا أصوليين. يعني إحنا مو الآن، يعني ما يصير الإنسان إذا أكو شيء ثابت في هويته يتنازل عنه، والله لأجل شنو؟ لأجل أنه أني أجامل الطرف الآخر. ليش ما هو يجاملني؟ وين أريد أوصل؟ أريد أوصل أقول لك أنت يا متحرر فكريا، يا متحرر ثقافيا، يا من كذا. الآن أنت ويا عائلتك، أنت كإنسان، أنت ويا عائلتك، أنت ما تطمح بنتك تكون في قمة العفاف، في قمة الأدب، في قمة التحفظ، في قمة الشرف، في إيه لو لا؟ بديهي إيه؟ فأنت الآن ما تسعى إلى الذي يسبب لها أن تكون في القمة؟ المفروض أنا وياك نسعى إليها، وهي ببديهي، يعني بشكل بديهي، نقاش بسيط يفهمك اللي إحنا دا نقوله. زين؟ فالشاهد اليوم زيادة في هذه المظاهر، اللي هو ضحك، اللي هو نكات، اللي هو في الفيس، في الفايبر، في ما له داعي. بمناسبة شنو؟ ما أعرف. الداعي إلى شنو؟ ما أعرف. نخلص بنتيجة أنه طبيعة العلاقة أنه يابا أكو علاقة بين الجنسين الأجنبيين، لكن في حدود الحاجة الضرورة، غيرها تشوفون شلون. زين، الآن حاب أن أتحدث أيضا في قضية من القضايا اللي الآن أيضا تنشط وتنشط حتى في مؤسساتنا الدينية، اللي هي نسأل سؤال وجاوبونا عليه وأخذوا جائزة، وهاي نشوفها اليوم في فضائيات، نشوفها في شهر رمضان، الله يجعلنا إحنا وياكم من حضاره، تزدهر وتنمو وتنشط برامج مسابقات، أنه ومشاركة عبر مثلا إرسال الرسائل، وحتى أكو برامج دينية ومساجد وحسينيات. والآن بعد أكو فتشي دي يصير، وهو نظام التسوق العالمي. يعني الآن بالعالم دا ينشط ودا يصعد هذا الموضوع، أنه من أطب آني للسوبر ماركت أو أطب للمولات، يقول لك مثلا إذا أنت تشتري مثلا بمبلغ وقدره مثلا 50,000 70,000، إحنا ننطيك فد كوبون، هذا الكوبون أنت تدخل به قرعة، وإذا هم طلع اسمك بالقرعة إحنا ننطيك جائزة، نفوزك بجائزة. فش عدنا جاوبني واربح، هذا العنوان العام لبرامج كثيرة جدا، جاوبني واربح، عبر مثلا واحد يطلع يلتقي بالناس يسألهم جاوبوني ورأسا ينطيهم جائزة، هذا واحد. عبر مثلا برامج بإرسال الرسائل، عبر مثلا التسوق، عبر حسينيات وش اسمه ومساجد، وهذا كله هل يجوز شرعا أو لا يجوز؟ لأن يعني بعض الناس تعتبر أنه كل شيء قمار، هذا قمار، ذاك قمار، هذا قمار، هذا يجوز شرعا قبض هذه الأموال بإزاء هذه الأعمال؟ الجواب نعم يجوز شرعا، نعم يجوز شرعا قبض هذه الأموال بإزاء هذا العمل. شوفوا أنا عبارتي دقيقة، بإزاء هذا العمل، عمل عندنا اللي هو شنو عمل؟ العمل أنا راح أجاوبك، أنت مو تقول جاوبني وارباح، الجواب نعم، أنا راح أجاوبك
أنت مشترط على نفسك، جاوبني أنطيك هدية، أنطيك في مقابل هذا الجواب. أنت سألت أنا جاوبتك، أنت قايل لي أرسل لي رسالة وأكتب بيها فلان شي فلان شي ممكن أربحك، عمل سويت لك إياه هذا العمل. خوش، أنت قايل اشتري مني بهالقد، إذا اشتريت مني بهالقد أني أنطيك هالكوبون وأدخل القرعة، وأنا اشتريت عقد، تشوفون شلون؟ وهكذا. فهذه الأمور كلها اللي تصير مثلا بالمساجد، تصير بالمنتديات، تصير بالمحافل الدينية، تصير بالبرامج الدينية، تصير بالبرامج العامة، زين؟ وتصير كذا، هذا كله يجوز شرعا قبض هذه الهدايا والأموال، وإن يعني وإن كانت هذه الأموال أموال كبيرة وخطيرة. يعني مثلا فد واحد هسه الآن بعض الفضائيات، ما أدري صدق كذبها ما أعرف، مثلا ها نعطيك إحنا مثلا 100,000 دولار، مليون دولار، ما أدري نص مليون دولار، ما أدري صدق كذب، ما بس قصدي أصل القضية لو واحد يريد يشترك يصير، نعم يجوز شرعا ولا مشكلة في ذلك. خلنا نطلع احنا وياكم الفاصل ونرجع وأكمل لكم موضوعين يرتبطن بهذا الموضوع، لكن أول شيء بينا ما هو جائز وسوف نبين ما هو ليس بجائز. فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مجددة، وهذه عودة ميمونة لكم وللبرنامج. وقبل الفاصل كنا وعدناكم أن نتحدث في الموضوعين الآخرين الغير الجائزين. طبعا احنا ذكرنا الموضوع الأول الجائز اللي هو راح ينطونا جوائز على عمل معين، أنه نجاوبهم على سؤال، أنه نشتري منهم، أنه تشوفون نرسل لهم رسالة وهكذا. زين، الآن راح نتحدث في الموضوع الثاني الغير الجائز شرعا، اللي هو شنو، اللي هو حتى يعني أنا القصد من هذا الموضوع، وين كنت أنا بعض متحدث به سابقا، بس حتى أميز للناس. بعض الناس يقولون ها هذا مثلا قمار كرمكم الله، قمار. لا، القمار شنو؟ مثلا أوراق اليانصيب، أوراق اليانصيب بعضها تعاملات قمارية. شلون؟ تجي جماعة يقولوا لك يا أبا اشتري ورقة اللوتو والتوتو والما أدري شنو والنصيب واليا نصيب هذني، وهذه همينة موجودة في كل العالم. الغريب العجيب موجودة الآن في كل العالم، أوروبا، أمريكا، كندا، في أستراليا موجودة، يعني مثلا حتى بالسوبر ماركتات بالكذا تلقى مثلا باقي لك فرد شغلات تخليها شغلات بسيطة، رأسا يقطعوا لك كوبون يا نصيب. أسماء متعددة، بس هو الواقع شنو؟ هاي إلها صور. الصورة الأساسية أنه موضوعها موضوع مرابحة. شنو يعني موضوع مرابحة؟ يعني أني أجي أعرف أنه أني أشتري هاي الورقة بقصد وقوع السهم والقرعة علي حتى أربح في مقابلها أموال. يعني مثلا هم ذول الشركة المنفذة يقول لك هو احنا همنا شو اسمه، يقول لك احنا مثلا الأوراق اللي راح نبيعها مثلا ممكن نبيع أوراق مثلا ب10,000 دولار مثلا، ونقول يابا انه اللي يشتري ورقة وتطلع القرعة مالته يربح 1,000 دولار. بيش الورقة اللي تشتريها؟ بدولار. خب واحد شي يقول اشتري بدولار، وشنو دولار ممكن اربح لي 1,000 دولار كل الزين. فالناس تشتري بقصد الربح من وراء هذه القضية، ورقة يدخل من خلالها اسم القرعة، اذا طلع افوز 1,000 دولار. خب هم ايش قد دولاك؟ واحد يقول شنو هي فائدة؟ نقول لا، هو دولاك راح يبيعون 10,000 ورقة، يعني 10,000 دولار، يربحون 1,000 دولار ويبقى لهم انهم 9,000 دولار. هذا هو، هذا يصير؟ لا، هذا ما يصير، هذا قمار، هذا قمار، هاي معامله قماريه، معامله باطله، باوعوا معامله باطله، معامله محرمه. زين،
الآن لازلنا في هذه المعاملة. الآن لو نفترض أنه هاي المعاملة الباطلة المحرمة فد واحد سواها، هذا موجود الكلام في الرسالة العملية للمراجع، السيد السيستاني السيد الصدر موجود. لو واحد سواها لهاي المعاملة، مثلا واحد ما يعرف وسواها، قال يابا أنا ما أدري هاي محرمة، ما أعرفني أنا، ما أدري، صورت أنه ما بيها شيء وسويتها، واتفاقا ربحت أنا وهاي الفلوس بيدي. فنقول له هذه اللي يعرف عليه حرام عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب وأن بعد ما يسوي، واللي ما يعرف إن شاء الله سماع عليه حرام بس بعد منه وغاد لا تسوي لأن هذا حرام. هاي واحد زين يقول زين. وبالنسبة للأموال نقول اللي يعرف الذي ارتكب المحرم واللي ما يعرف اللي سواها وما يعرف، ذول اثنينهم إذا كانت هاي الأموال ممنوحة من قبل جهات أموالها أموال عامة، يعني دول الدولة تسويها، يعني مثل ما كان بزمان المقبور صدام كان هو يعتاش على هذه القضية، تعتاش مؤسسات على هذه القضية، وقلت لكم هي قضية قمارية، يعني وش يقول لك؟ يقول لك أنا أبيع لي مثلا مليون ورقة، الورقة ألف عراقي، ألف في مليون مليار، يقول لك وأني أربح اللي أبو الألف أربحه 100,000، يقول لك أو أربحه مليون. فبيقول شنو المليون بالنسبة للمليار شنو؟ والدولة تجمع بهالفلوس من الناس وترجع لي ورا. خب هذه أموال شنو؟ أموال مجهول مالك. فنقول طبعا هذا الكلام قلت لكم هذا الكلام ما مو بس بالعراق سابقا أو الآن مثلا، لا بكل دول العالم للأسف الشديد هذه الظاهرة ظاهرة منتشرة ولا زالت وبقوة تشتغل، والناس هم يعني الغريب الناس هم متفاعلة بقوة بهاي القضية ويا هالقضية، وهي قضية قمارية صريحة، يعني قمار علني هذا. زين فد واحد سوى وقبض هاي الأموال، نقول هاي الأموال على قسمين، القسم الأول إذا كانت أموال مجهولة مالك، يعني أموال مال دول حكومات، فهاي أمرها إلى الحاكم الشرعي. إحنا كنا ولا زلنا نؤكد على قضية مجهول المالك، أمره إلى الحاكم الشرعي، يعني إذا واحد وقع بيده مجهول مالك فشلون يتصرف به؟ نقول له يا بأرجع إلى مرجعك. يقول ها أنا بمكان بعيد عن المرجع، نقول له ارجع إلى معتمد مرجعك، قل له يا بأني في إيدي مجهول مالك مال عام، شلون أتصرف به؟ بعض الفقهاء يقول لك كله وزع على الفقراء المتدينين، بعض الفقهاء يقول لك نص لك نص وزع على الفقراء المتدينين، طبعا اذا كنت انت فقير متدين، بعض الفقهاء يقول لك ثلثين بثلث، بعض الفقهاء يقول لك ثلث بثلثين، وهكذا حسب، بعض الفقهاء يقول لك اصلا كله وزع، حتى لو كنت انت فقير متدين كله وزع بقي لك نسبه ما توزعه من نسب على الناس، مثلا انت بيدك فد مليون دينار وتريد توزع على 100 100، أنت تجعل لنفسك فد 100,000 باعتبارك فقير متدين وتسعى توزع لهم كل واحد مثلا فد 100,000 900 ومية يمك هاي مليون، هي تتوزع المليون مثلا، يعني هذا بحسب وجهة نظر الحاكم الشرعي، هذه الصورة الأساسية الأولى إذا كانت الأموال المستوفات أموال مجهولة مالك أموال عامة يعني. ومرة لا الشركات المنظمة لهذه القضايا شركات أهلية، يعني شركة قائمة أموالها على الأموال الأهلية، يعني هو شلون مثلا أنا أجي أنا شخص الآن شخص هسا أنا واحد من الناس، أنا هسا أطلع لي مثلا فد ورقة وسميها حظك نصيبك، يوم لوتو يوم توتو يوم يا نصيب، هسا أنا أسميها حظك نصيبك وأسويها وأطبعها وأطبع لها فرد 10 ملايين ورقة وأكتب أنه يا باش تروها وإحنا راح نسوي قرعة، وأكون صادق همينة قد أكون صادق، واللي يشتريها هي سعرها 5,000 اللي يشتريها ربحها مليون، حسبوا ضربوا 5,000 في 10 ملايين وشوفوا الأرقام اللي تطلع 5 مليارات،
فأنا إذا أعطي مثلاً بالخمسة آلاف مليون وأنا أحط بجيبي 4 مليارات وتسعمية وتسعة وتسعين وتسعة وما أدري إيش قد. فواحد شخص واحد يقول لي زين هو مين الفلوس منين جبتها؟ أقول له هي هاي طباعة هاي الأوراق إيش قد؟ طباعتها كلها مليونين أنا مني من جيبي الخاص طبعت بمليونين. يقول لي زين وانت من راح تعطي؟ اقول له مو انا راح اجمع من الناس فلوس، من الناس فلوس، انتبهوا يعني هذا يشتري وذاك يشتري، انجمعت يم المليارات. فشلون شلت جزء من المليارات نطيت لهذا الفايز. نقول فاذا كانت هذه الاموال تبع اموال الاهالي وكانوا الاهالي متراضين، يعني مثلا هذا اللي يشتري هاي الورقه، هي الورقة خب مو سعرها 5000 دينار، سعرها يمكن 100 دينار، أشتريها ب5000 دينار بقصد الربح. فهاي 5000 أنا نعطيها وأنا راضي أنه مرة المبالغ تروح لهذا ومرة تروح لذاك ومرة ممكن تجيني إلي. فإذا ذولا متراضين أنت تقدر تقبض هذا المال. لكن انتبهوا أنا مدى أقول تقدر تقبض هذا المال بمعنى أنه المعاملة صحيحة، لا، معاملة باطلة ومحرمة، محرمة، حرام، حرام، قمار. لكن هذا بعد ناس انطوك فلوس، ناس انطوك فلوس. وهذا طبعا شيء بالشيء يذكر، أني ذاكر قبل فترة مثلا أكو ناس تلعب قمار كرمكم الله، مثلا تلعب بالزار النرد، مثلا تلعب بالطاولي، تلعب بالورق، زين تلعب بالهذه ما ادري شنو يتم فرهيكي، تلعب بالما ادري هاي الطاوله وبيها اشياء، يعني اسماء متعدده اشكال والوان حيه ودرج ما ادري شنو ما ادري كذا. بعض الناس تلعب قمار بامور غريبه عجيبه، يعني قتال، قتال الحيوانات قمار، سباق الحصان قمار، حتى اكو قمار الان بالعالم، قمار بالرياضه، بالرياضة يعني شنو، اثنين يتلاكمون وتجي العالم تقامر عليهم وشركات ترعى وكذا وكذا، اثنين يلعبون تنس، تنس تنس يتقامرون عليهم، هيك القمار واصل يعني. زين فقمار، الآن احنا نريد نحل هاي القضية، القمار شنو وضعه؟ حرام ومن أكبر المحرمات. زين خب نريد نحله، الآن أنا كنت أقامر، الآن عرفت أنه حرام، يابا خلص بعد أنا من أوغاد ما قامر، أستغفر الله ربي وأثوب إليه وأنا بعد ما قامر. نقول لك بارك الله بك. زين شيخنا الفاضل بعد إيش أسوي؟ نقول لك روح، روح على ذول الناس اللي أنت غلبتهم بالقمار وتفاهم وياهم. أنا أروح على محمد، على أحمد، على علي، يابا سلام عليكم، عليكم السلام، يابا أنا في يوم من الأيام أنا اتقامرت وياك وأني غلبتك وفلوسك بجيبي، الآن خب الآن أني أريد أنطيك إياها. ذاك الثاني اللي تقامر وياي ضحك، ذاك بعده مثلا ما تايب أو تاب إلى الله أو أي شيء، إيش قال؟ قال لا هاي مني إلك. خب أملكها لو ما أملكها؟ الجواب نعم أملكها. هاي ترى حالها، لا حد يستغرب، هاي حالها حال شخص مثلا طاني فلوس، صحيح هي جنيت بطريقة غير شرعية، لكن لو 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 أن الشخص الذي أعطاني أعطاني من طيب نفس، يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم على مسلم آخر إلا عن طيب نفسه ورضاه. المعاملة أعود وأكرر، المعاملة محرمة، المعاملة من المحرمات الكبيرة، لكن لو تطايبت نفوس أهل الأموال على أن يملكوها لهذا الشخص ملك الأموال. واضح؟ زين هذا القسم الآخر. فصار عندنا، صار عندنا شيء جائز شيء حرام مع التفصيل في قضية الأموال. نجي إلى الآن اللي دا يصير بصراحة نحكيها، حتى واحد يقول يعني لا شنو ليش وقابل هي هاي القضية مالت الأوراق، يعني هاي أوراق القرع ليش ماذا تصير عندكم أنتوا الخط الديني والمؤسسات الدينية؟ نقول شلون؟ يقول يعني الآن أنتوا عندكم أنه يابا لرعاية الأيتام، لبناء المساجد، لإقامة المؤسسات، إلى كذا فلان شيء. فشلون مثلا الآن أنا عندي فد مثلا 100 يتيم،
أريد أرتب لهم أمورهم ذول الميت يتيم، يراد لهم سكن، أكل، شرب، دواء، طبيب، ملابس، تعليم، كذا. فش أسوي؟ أطبع أوراق، أقول يا أبي هاي الأوراق، هاي الورقة أبيعها ب5000 دينار. القصد من هاي 5000 أنه أني أرعى بها هاي الأيتام، أو أبني لي بها مسجد، أو أبني لي بها مؤسسة خيرية، أو مؤسسة تربوية تعليمية، أو أي شيء آخر. وهم أعد اللي يشتري هاي الورقة أنه راح أسوي سحبة قرعة، اللي يطلع اسمه هم أفوزه، أنطيه مثلاً فد 1,000,000 عراقي. هذا يصير لو ما يصير؟ الفقهاء شو يقولون؟ يقولون هذا شراءها طبعاً بداعي شنو؟ بداعي غير الإسهام، المساهمة في الأعمال الخيرية. فإذا كان شراؤها بداعي المساهمة في الأعمال الخيرية وغير منظور إلى الأرباح، شنو يعني غير منظور إلى الأرباح؟ يعني غير منظور إلى الأرباح يعني لو ما طلعت الأرباح عادي ما لي علاقة بها، أو لو طلع اسمي بالقرعة ورادوا ماذا يقولوا لي؟ ها إحنا ما راح ننطيك. أنا هم ما أقولهم إلا تطوني. إذا هيك كان الإنسان باني على هالقضية وهو يشتري بقصد المساهمة في الأعمال الخيرية، هذا يجوز شرعا. بس واحد يقول ذاك هذا شنو فرقه عن ذاك؟ الآن أنا أكرر سؤال أولئك، شنو فرق هذا عن هذا؟ ليش ذاك قمار هذا مو قمار؟ نقول لأنه هذا مبرر شرعا، يصير يعني بذل المال بإزاء بناء مساجد، بناء حسينيات، كفالة أيتام، أعمال خيرية، أعمال إنسانية، أعمال علمية، تعليمية، تربوية. زين نشتري أوراق بإزاء مثلا إقامة شو اسمه مختبر علمي عظيم، نشتري أوراق بإزاء ما أدري بناء جامعة، نشتري أوراق بإزاء مثلا بناء مستشفى، وهمين ذولا يضمنون أنه يابا إحنا همينا مو بس أنتوا راح تأخذون ثواب، همين إحنا ندخل أسماءكم بقرعة وممكن تفوزون. يصير؟ يصير. قمار؟ لا مو قمار. موضوع يختلف عن الأول؟ نعم موضوع يختلف عن الأول، إذ أن بذل الأموال في الأول كان بإزاء الربح، قصد الربح والمقامرة، بذل الأموال بالثاني بإزاء العمل الخيري الغير المقصود فيه ربح المال. نعم لا مانع. الآن مثلا آني واحد يقول لي يابا أنا أريد مثلا تشتري هاي الورقة وتسهم في هذا العمل الخيري، وهمينا مثلا شو اسمه هم إن شاء الله يطلع لك يطلع اسمك هم ونربحك. أنا بداخلي شو أقول؟ أقول هسه أنا المهم عندي أنه أسهم في هذا العمل الخيري، أموال تنجمع ويبنون بها جامعة عملاقة وكل شيء رائع فظيع، وأنا أظل أفتخر في أنه أنا جزء من هذا العمل. يقولوا لي ها وممكن تربح، أقول ما سوى الله ربحت أو ما ربحت، ربحت خير على خير، ما ربحت مو لازم. شوفوا هذا البناء على هالقضية، البناء على هالقضية هو الذي يميز الحالة الثانية في اللوتو والتوتو واليا نصيب زين عن القضية الأولى، أن اثنين هن يا نصيب، بس هو شنو المميز بين هذه؟ ليش هذيك صارت قمارية؟ ليش هاي ما صارت قمارية؟ هذا زين. هذا الموضوع بفرض ثالث الآن بدأ ينشط في سوق البنوك، هذا صار لينشط ربما فد 6-7 سنين بالبنوك العالمية، لكن حتى بالبنوك العراقية هسه هم دينشط زين. شنو أنه الآن بعض البنوك شو تقول لك؟ تقول لك يابا ودع عندي أموال، ودع عندي أموال، في مقابل هذا التوديع أو التوفير أو فتح الحسابات الجارية، وديعة أو توفير أو حساب جاري، ثلاث تعاملات، في مقابل هذه التعاملات الثلاثة أني أضمن لك شيء، أنه أولاً طبعاً أحافظ لك على أموالك وأرجع لك إياها متى ما تريد، وثاني أمنحك ورقة دخول في قرعة. باعوا هم إجت القرعة، ورقة دخول في قرعة، وإحنا نقرع بيناتكم ونربحكم،
احنا ما ننطي فوائد على الاموال، بس ننطي نفوز البعض، هم صادقين، هم صادقين، نفوز البعض باموال، وهذه الاموال اموال كبيره خطيره. يعني مثلا بدل ما اني انطيك مثلا فائده سنويه على المال المدخر مثلا 4%، مثلا الان اعلى الفوائد ربما 4%، بدل ما انطيك 4% يعني على 100 مليون 4 ملايين، أنا أفوزك بالشهر مثلاً في مقابل هذا الكوبون إذا طلع اسمك بالقرعة أفوزك مثلاً 10 ملايين. أنت حط 100 مليون وإحنا كل شهر نسوي قرعة وممكن أنت واحد من الفائزين ونعطيك 10 مليون. خوش، هذا شنو الموقف منها؟ نقول هذه حكمها حكم شو اسمه؟ حكم الصورة الأولى من الـ يعني اليا نصيب، هذا قرض ربوي ومعاملة محرمة. انتبهوا على هاي القضية، قرض ربوي ومعاملة محرمة، يكون ننتبه على هذه القضية. فالآن صار عندنا صور كثيرة، وصارت عندنا أحكام هذه الصور وبالتفصيل. زين، حاب أتحدث في موضوع جديد كليا، يعني عن الموضوعات السابقة. الآن كثير من الناس يعني تسأل عن قضية، أنه يقولون يابا إحنا مثلا تصير عندنا قضايا، مثلا أنه مثلا زوجي يختلف ويا زوجته، أنه مثلا شريك يختلف ويا شريكه، أنه فد شخص مثلا اختلف ويا شخص، جار ويا جاره، صارت مشكلة، صار فلان شي، تطاول، تجاوز. زين، ورادوني كشاهد، وين رادوني كشاهد؟ بالمحكمة، وأني أريد أروح أشهد بالمحكمة، وأريد أشهد شهادة مثلا كاذبة. شلون بأي طريقة يمكن لي أن أشهد هذه الشهادة الكاذبة؟ يعني بعبارة أخرى، ممكن الآن أنا أتحدث في موضوع أنه أكو بعض الناس يقول لك أني محرج، أني محرج، مثلا هذا اللي مختلف ويا زوجته أخويا، هذا المختلف مثلا ويا شريكة أبويا، هذا اللي شي ضرب شي ابني، أنا راح أوقف قدام القاضي راح يقول لي يابا هذا أخوك ضرب مرته، أبو أخويا ضرب مرته، شو أقول له ضرب مرته؟ يعني أنا أروح أشهد على أخويا؟ خب أخويا ده يقول لي تعال قول لا ما ضرب مرته، أخويا يقول لي تعال قول يصرف على مرته، أمي قالت تعال أوقف اشهد وحط إيدك على القرآن وأحلف وقول يا بلا إحنا ما أسألنا لها، هي سيئة الخلق، هي سوت مشكلة وطلعت وعافت البيت. أبويا يقول ذاك أبويا ما يطلب ذاك، أو بالعكس ذاك مثلا أبويا اللي هو مسيء ذاك بالتعاونات الاقتصادية، يكون أروح أقول لا والله أبويا انطاح فلوسه وأني محرج. طب شو أقول للأبويا؟ شو أقول للأخويا؟ شو أقول للأمي؟ فأني انتبهوا للعبارة، فأني مضطر لأن أذهب وأشهد الشهادة الكاذبة. فهل هذا الاضطرار يبرر لي شرعا هذه الشهادة الكاذبة؟ هذا موضوع مهم، هذا موضوع كبير، هذا موضوع يعني ينبغي على المؤمنين الالتفات إليه. الجواب لا، هذا هو اليمين الغموس المحرمة، اللي هي اليمين اللي هي من أكبر المحرمات، أكبر المحرمات. ولا تقول أبويا، ولا تقول أخويا، ولا تقول أمي، ولا تقول ابني، ولا تقول مضطر، أنت ما مضطر، هذا من أكبر المحرمات.
من أعظم المحرمات، وهذا به ظلم عظيم، والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زين الآن أنت تقول زين الآن شو أسوي؟ شنو الحل؟ نقول لك الحل بطريقة مؤدبة مهذبة. قل له بابا أنا يعذرني ما أقدر أروح، ما أقدر ما أقدر، هذه يمين غموس، يمين غموس، يمين كاذبة محرمة من أكبر المحرمات، ما أقدر. بطريقة طيبة، ماما أنا ما أقدر، أنا أعتذر لك، أنا ما أقدر ما أقدر، أنا أبوسك من راسك، أبوسك من إيدك، أبوسك من رجلك، أنا تعذريني، هاي إن شاء الله ما أسويها، ما أقدر أسويها. مثلا أنت ابنك، أنت أخوك، زين إذا واحد يقول شنو الحل؟ الحل أنطوا فلوس العالم، الحل أنصفوا هاي الشناية، الحل أنطي مثلا هذا اللي ابنك أزاز ذاك، عوضوا هذا الولد انضرب كذا، الحل تراضوا. أنتوا ما مضطرين أن تقفون، يعني يا ناس يا مؤمنين يا مسلمين، أنتوا ما مضطرين أن توقفين قدام القاضي وتقعون في هذه المحرمات الفظيعة، قعدوا تراضوا ياهم. بس الآن أنا غلطان، غلطان بحق شخص، أنا أروح أتبارد ذمة وياه، يابا أنا غلطان، أنا آسف جدا، أنت شو تريد؟ هذا الحق المالي، هذا الحق الكذا، أنا أعتذر، هذا الحق اغفر لي، أنا أستغفر الله ربي وأتوب له، وأنا جاي من أتفاهم وياك. هاي حلها، مو حلها أنه إحنا نستمر ونمشي وأحلاف وأيمان ويمين غموس، وهذه من أعظم المحرمات، أكبر الكبائر. فلا، لا تقول أنا ما مضطر، لا تقول أنا مضطر، عفوا أنت ما مضطر، لا تقول أنا مجبور، أنت ما مجبور، شو خالي مسدس برأسك أنت؟ زين هذا، فهذا لا يجوز شرعا، وهذا محرم ومن المحرمات الكبيرة. وصلنا احنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، إلى لقاء ولقاء جديدة إن شاء الله. أستودعكم الله وأسترعيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسألكم الدعاء.